السار عبد الله عند اسم الهويدي، بينما الصوره على نواف التمياط في المباراه الاخيره في المباراه الوداعيه والاصابات لا صغيره. خطا مره اخرى من المرسدي ومليتو، ومليتو يحاول ان مليتو يمر و رائعة. كانت صفقة رابحة التعاقد مع هذا النجم. مليتو يسجل، مليتو يسجل، وجماهير الانتر لاحظوها. نعم نعم، النيرازوري كبير وله الكثير من العاشقين. لاحظ الكرة، طبعا هي أفوى من الدفاع، أفوى من ماجد المرشدي بطبيعة الحال في اللقطة الماضية، ولحسن الحظ لا بأس من الأخطاء في المباراة له مهاجم يسجل من أنصاف الفرص من ليتو، وبالفعل هذا هو من ليتو الذي يسجل الكرة. كانت اللقطة متوفرة مخرج المباراة، يعني ربما نلاحظها، هذه عادة للقطة الهدف عن طريق من ليتو.